تاخد 10 بس. كيلو ونص يا حبيبي، حط كيلو ونص. كيلو ونص كيلو ونص. خلوهم اثنين هندسه حلوين بالله. حلوين يلا ماشي. اثنين يا احمد مفيش تعطل ولا اهمال. يلا ماشي. عبي يا ريع يا سميع كام الهال؟ ب 30 جنيه. استنى يا باشا الهال ده مش طبه. انا مش طبه بحط هال على هال. حط يا حط يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة مع عبد الرحمن هتجمع لنا أجمل طماطم من على السطح، وأكيد الطعم مميز. اللي ما دقش الطماطم اللي بتنزرع في البيت مش هيعرف طعمها الحقيقي. طبعا معظم مشاهدين القناة اللي زرعوا على السطح وزرعوا الحاجات دي على سطحهم، وخاصة نبات الطماطم، عرفوا قد ايه بيبقى طعمه مختلف عن الطماطم اللي بنشتريها من السوق تماما. بيبقى طعمه مسكر، الفيتامينات بتبقى مركزة، يعني حاجة تانية خالص. في الحقيقة ان طعم الطماطم المزروعة في البيت فيها حدة، واشعر ان نسبة الاملاح فيها بتبقى اعلى ونسبة السكريات بتبقى اعلى، برغم ان الثمرة بيبقى حجمها اصغر. ودي حجم الثمرة الطبيعي، لان حجم الثمار الضخم اللي انتوا بتشوفوا في الاسواق ده، ده حجم مش طبيعي. ده حجم مضاف له مواد كيميائيه ومضاف له رش، وبيعملوا عمليات كيميائيه للطماطم عشان توصل للاحجام ديت. ومعظم الحجم ده بيبقى ميه عشان تفرق معاهم في الوزن. انما الطماطم الطبيعيه اللي منتجه بصوره طبيعيه بصوره حيويه، هي الطماطم اللي شايفينها قدامكم ديت، بيبقى انتاج الشجره معتدل واحجام الثمره صغير. طبعا احنا بنشجع كل مشاهدين القناه على الزراعة دايما في كل فيديوهاتنا. عنب الديب احنا طبعا ده عنب الديب ده انا بحبه جدا، بحب طعمه وطعمه مميز سبحان الله. زي ما انتم شايفين السنة دي بسم الله ما شاء الله كان من ضمن نباتات المستهدفة عندي زراعتها على السطح، ونبات مميز جدا، ونبات عنب الذئب او عنب الثعلب. على فكرة منه انواع كتير جدا. الاخضر بتاعه هو لسام، انما عند استواء الثمار زي ما انتم شايفين كم عبد الرحمن بتاكل الثمره، الحبه السوداء دي طعمها جميل جدا ومش سامه ولا حاجه. ومش سامه وطبعا بتاكل حرنكش هناك زي ما انتم شايفين. لا الحرنكش ونبات عنب الديب يعني بصراحه بيخلوني احب اطلع على السطح. الكرنب وصل لحجم، يعني انا شايف انه وصل لحجم اكبر من اللي موجود في السوق، واكبر من اللي موجود في الحقول. يعني احنا كنا بنتفرج على مزارع طبيعيه، ارض زراعيه، وكانوا زارعين الكرنب، كان الكرنب بتاعنا اكبر من ده. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعواتكم لينا، واحنا دايما بنشجعوكم على زراعه الاصل. السلطه لازم بصل اخضر، ده اكيد البصل الاخضر من على السطح ده حاجه ثانيه. من اسهل الزراعات زراعه البصل الاخضر. بسم الله ما شاء الله، شوية خضار من على السطح. ولو عايزة اخد خضار في خضار كتير، بس انا عايزة دول بس النهاردة. الطماطمية دي صحيح صغيرة مش كبيرة الحجم، لكن الطعم بتاعها زي السكر. هنطلع منها بذور ان شاء الله، ده لازم نطلع بذور. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. الاسماك دي اسماك بحر على فكرة، يعني غنية باوميجا 3. وطبعا كلنا عارفين مش هنقول تاني ان اوميجا 3 بتجدد الخلايا وبتساعد الكبد انه يحارب السرطان ويجدد الخلايا بتاعت الجسم. السردين من السمك، من الاكلات اللي بحبها. السمكه دي انا مش عارف اسمها، مش عارف بس عارف دي اسمها. انت بس تفتكري اول مره كلناها حولك فين؟ بس كان حجمها اكبر من كده، كان من المعديه، من المعديه. احنا كلناها عند ابن عمي في اسكندريه، وكلناها في اسكندريه عند ابن عم. اول مره كنت اكل السمكه دي كان عند ابن عمي في اسكندريه. على فكره الطعم بتاعها خطير، في القلي بتبقى رهيبة. حجمها صغير صحيح، لكن الطعم ممتاز. احنا طبعا شلنا شوية سمك للقطط بتاعتنا، تمام، وطمعنا في الشوية دولت. هناخدهم برضو نقلهم مع ده، لان عجبني السردين يعني رفيع صحيح، بس في القلي بيبقى زي الشيبسي. البياع السردين قال لنا كل السردينة ديت هتنبسط، برغم انها صغيرة جدا بس قال لنا هتنبسط. لا جامدة جامدة. عايز اوري لكم الفلفل الحار اللي احنا فرمناه مع بعض، وكنا زارعينه على السطح. الفلفل الحار ده احنا كنا زارعينه، كنا زارعينه في الصيف على السطح وفرمته وشلته للشتاء. على فكره انا هاخده لدقه السمك، انا بحط ملح مع ثوم مع كمون
ومع الشطه بتاعتنا الحراقه دي على فكره حراقه جدا، فانا باخد منها كميه بسيطه صغيره خالص عشان السمك. فيديو زراعه الفلفل ديت موجود في القناه. كل زراعات الخضار اللي احنا بنحتاجها في البيت موجوده في القناه وعاملين قوائم تشغيل بيها. هناخد بس معلقه بفكرني اركب المبض موجود اصلا؟ اه موجود هنا. طيب خلاص اتخلع مني بس امبارح. هركبه لك. حاضر. لا مجمد. دي التحبيشه او الدقه بتاعت السمك المقلي. حط على ده شويه. بس هنحطه في الدقيق بس ونحطه في الزيت على طول نقليه. انا عايز بس تعرفيهم الرز الاصفر عشان معظم الدول ما يعرفوش الرز الاصفر. كشري بنقول عليه كشري عندنا في البحيره. هو الكشري عندنا في مصر في البحيره نوعين. الكشري المعروف اللي هو معمول من المكرونه والحمص ودقه الثوم والبصل والشعريه، ده الكشري المعروف جدا اللي بيتباع في المحلات. انما الرز اللي بالطريقه اللي ام محمود هتعملها لكم دلوقتي اللي بيتعمل رز مع العدس، احنا برضو هنا بنسموه في البحيره كشري. رز مع عدس اصفر بس. اه ده بيتاكل مع السمك. بيتاكل مع السمك على طول. بصفي لك الزيت لاخر قطره. حتى اخر نقطه عشان الزيت غالي. هطفي الازازه لاخر نقطه. طب تعالى امسك معايا الكيس الفتح. الحمد لله خلصنا شغل ترمامات البيت. اللي فاضل حاجات بسيطه جدا، يعني معظم اللي فاضل الصناعيه تعمله. امبارح بقى من المواقف الظريفه اللي حصلت ايه؟ حرقت الكهرباء بس. حاولت انا وام عبد الرحمن نركبه فورمه جبس على في ما بين الشقتين. قعدنا نص ساعه راكب فيها. قعدنا نص ساعه راكب فيها وبعد ما ركبتها وخلصت يا دوبك نزلت ولزقت تمام. يا دوب ساب ايده. راحت نازله على دماغي. يا دوب ساب ايده. بس عرفنا الغلطه. الغلطه ام محمود قالت عليها. ما فتحتش ما خربشناش المحاره كويس. خربشتش كويس. عموما دي كانت محاره فاشله بس هننجح باذن الله. هتحاول تاني؟ طبعا. هرمش؟ لا يا عم. طيب. السمك نبدا بيه، نبدا بالسمكه دي. اخد شويه عكس كده على الرز المصري. فين الماسك يا ماما عبد الرحمن اللي انت بتمسكي بيه السمك؟ ماسك الماسك اهو كله هنا. دي بركب له الاوفر دي. ماشي ماشي. العدس. انا بساعد ام عبد الرحمن مش جدعانه. انا جعان. انا جعان هموت من الجوع. تدخل المطبخ اعرف انت جعان. اي حد جعان الاقيه داخل المطبخ ورا. ده الرز المصري مع العدس. وحطي عليه الميه والملح وبس واحطه على النار. مع شويه مع قطعه سمنه بلدي او زبده بلدي. او شويه زيت. السمكة دي جميلة والله. طبعا انا هاخد بذور، اخترت احسن واحدة فيهم، احسن طماطماية وانضف طماطماية. البذور بتاعتها دي هنحتفظ بيها. بذورها قليلة. الطماطم دي بذورها قليلة جدا.
دي هنشفها في الشمس ونحطها نحتفظ بيها، هنشفها في الشمس ونحتفظ بيها ونزرعها في الصيف ان شاء الله. الله يعني الطماطم يلا. ريحة السمك جميل. السمك جميل جدا. نعمل سلطة بقى. وريني السلطة ريحته حلوة. جميل. انت بتحبيه محمر زيادة ولا كده حلو؟ شوفيه كده عشان ما تحبوش محمر زيادة. انا بحبه محمر زيادة. ماشي. انا بحبه مقرمش. طعمه خيال، طعمه جميل. طعم الطماطم مسكر. ان شاء الله نبقى نعمل بث مباشر باذن الله، وهنحدد لكم ميعاده وهننزله على المنتدى وكلكم هتشوفوا الميعاد بتاعه. عايز اقول لكم انه عبد الرحمن بتحب السمك مقرمش زياده، بس عايز اقول لكم ان ده الصح، ده اللي افضل. بحب كده، ده الافضل. حبايبنا مشاهدين القناة من الدول العربية التانية غير مصر، ياريت تجربوا الرز الأصفر بالطريقة بتاعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.